أعزائي مشاهدي التلفزيون العربي في كل مكان، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم العربي الرياضي، وزي العادة نستعرض أهم ملفات اليوم. حلم المغاربة بتنظيم كأس العالم يتواصل بعد ترشحه رسميا لاستضافة كأس العالم. هو مرفوض بتاتا لأنه يضعف الدوري العراقي. وفي العراق نظام الدوري الجديد للموسم المقبل يواجه انتقادات شديدة. خلاف كبير بين إدارة تشيلسي والمدرب كونتي بعد مطالبته الكبيرة وسياسة التعاقدات التي تمت في الموسم الحالي. صالح المجري نجم السلة التونسية هيكون معنا في العربي الرياضي. والمناشط ملفات اليوم، خلينا نرحب بنجم الكرة العربية والأفريقية والتونسية ومدرب ساوثهامبتون الكابتن راضي الجعيد. وزي ما متعودين دايما بنتواصل معكم عبر إيميل البرنامج بطبعا استعراض كافة المقترحات الممكنة وكذلك الفيديوهات الخاصة بالمواهب المختلفة من خلال التواصل معكم. وطبعا والفيديوهات المتعلقة بكم دايما وأبدا تكون معنا في العربي الرياضي. وخلينا نبتدي برنامجنا النهاردة من المغرب. رسميا تقدمت المغرب لاستضافة مونديال 2026 المرة الخامسة، ويمكن المغرب زي ما عارفين سابقا ان هي تقدمت الى استضافه كاس العالم، انما جميعا كعرب نتمنى من المغرب الفوز بتنظيم كاس العالم زي ما كنا فخورين بتنظيم كاس العالم او ما زلنا فخورين بتنظيم كاس العالم في قطر في بلد عربيه، تكون المغرب البلد الثانيه في استضافه كاس العالم. خلينا نشوف اكثر عن استضافه المغرب لكاس العالم. دخل المغرب مرة أخرى سباق استضافة المونديال. بين الأمس واليوم لا شيء تغير، حلم مطارد من المغاربة لاحتضان كأس العالم في نسخة 2026. أكيد أن حظوظ المغرب الآن في الفوز بتنظيم كأس العالم لـ 2026 يبقى وافرا جدا، بحكم أن المغرب الآن بحكم موقعه الجغرافي من أوروبا، إضافة إلى البنية التحتية التي أصبح يتوفر عليها المغرب، إضافة إلى الأمن وأيضا الانفتاح على الثقافات الخارجية، هذه كلها عوامل أيضا حتى التمثيلية داخل الاتحاد الإفريقي وأيضا داخل يعني المؤسسات الدولية. حظوظه تبقى ضعيفة جدا وضئيلة مقارنة مع الملف القوي المشترك الذي تقدمت به دول أمريكا الشمالية، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك، خاصة في ظل زيادة عدد المنتخبات في نسخة 2026، بحيث أن عدد المنتخبات سيصبح 48، وبالتالي الطاقة الاستيعابية لدولة واحدة ليست هي الطاقة الاستيعابية لثلاث دول. المغرب استهل ترشحه لاستضافة كأس العالم في الألفية الماضية عام 1994 في المونديال الذي نالت شرف تنظيمه الولايات المتحدة الأمريكية بعد تنافس جمع كذلك البرازيل، لكن المغرب خسر السباق بفارق 3 أصوات فقط. المغرب لم يستسلم لهذه الخسارة وطارد حلمه مرة أخرى في مونديال 98 الذي فازت بتنظيمه فرنسا بفارق صوت واحد. التحدي المغربي تواصل في الألفية الجديدة وتحديدا في مونديال عام 2006، لكن الإخفاق مرة أخرى كان حليف المغاربة عندما خرجوا من الدور الأول للسباق أمام ملف قوي كونته كل من ألمانيا وجنوب إفريقيا التي جاءت ثانية بفارق صوت واحد. ولأن تسريبات فيما بعد كانت تقول إن هناك أيادي منحت الألمان مونديال 2006 على حساب دولة جنوب إفريقيا، فإن الأيادي نفسها أرادت منح جنوب إفريقيا نسخة 2010 التي أريد لها أن تكون إفريقية أنذاك، فكان لها ما أرادت وكان المغرب الضحية بفارق 3 أصوات بعد أن أعد ملفا كبيرا يعتمد على ملاعب حديثة ومنشآت متطورة.
أهلا بكم معنا مرة تانية. شفنا طبعا تقرير عن تنظيم الكأس العالم والحماس الشديد من قبل طبعا الحكومة المغربية والجماهير المغربية، وكلنا أمل في حصول المغرب على التنظيم. خلينا نرحب بضيفنا مرة أخرى الكابتن راضي الجعيدي. كابتن راضي أهلا بك معنا. أهلا بك نادر، مرحبا، متشكر على الضيافة. مبسوطين، احنا مالنا كتير مستنيينك عشان تزورنا هنا في العرب الرياضي في الاستوديو. جينا لك ساوث هامبتون كان لازم ترد الزياره. ان شاء الله ان شاء الله. اهلا بك راضي، شكرا. خلينا نروح للمغرب من خلال الـ 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 الخبير في السياسات الرياضيه منصف اليازغي. كابتن منصف اهلا بك معانا، وطبعا زي ما ذكرت وقلت ان احنا كلنا امل في تنظيم كاس العالم من خلال طبعا الـ البنية التحتية للمغرب والحرص على أن تظهر بأفضل صورة للحصول على التنظيم. أهلا بك مرة تانية. أهلا بك وأهلا بضيفك الكريم. يعني أنت شايف من وجهة نظرك يعني أن الفرصة قائمة أو الفرصة أفضل من التقدم السابق للمغرب في تنظيم كأس العالم، ويمكن أنت متعايش أكتر وعارف يعني دواخل الأمور بالنسبة للمغرب. فلنتفق على شيء أساسي، وأنه كل الدورات السابقة التي تقدم بها المغرب وعددها 4 منذ سنة 89 عندما تقدم بترشيح هيلر لمونديال 94، كل تلك الدورات كانت فرصة لأن يأخذ المغرب تجربة وأن تتكون لديه تراكمات. صحيح أن التجربة الأخيرة 2010 كانت على بعد لا شيء من أن ينالها المغرب، وبعد ذلك أكد البوتسواني إسماعيل بامجي بأن المغرب هو الذي كان فائزا من خلال الأصوات التي تم فرزها بعد إعلان جنوب أفريقيا فائزة. إذن هي تراكمات، هي تجربة أخذها المغرب، والأكيد أن تلك التراكمات ستساعده في الدورة الحالية. المهم في هذا الترشيح هو أن المغرب طيلة سنة ونصف لم يصرح بأي شيء على المستوى الرسمي، سواء على المستوى الاتحاد المغربي أو على مستوى وزارة الشباب والرياضة أو حتى على الصعيد الحكومي، لم يكن هناك تصريح، وإنما كانت هناك فقط مناوشات إعلامية محلية أو دولية. إذن المغرب أخذ وقته كاملا ولم يعلن عن ترشيح إلى نهاية إلا في نهاية الأجل المحدد من طرف الاتحاد الدولي، وبذلك طبخ الأمور على نار هادئة واقتنع بأن حدوده قائمة. وبالتأكيد في نقاشنا سنطرح عدة نقاط قوة للمغرب، وأيضا هناك نقاط ضعف يجب الاعتراف بها ويجب ملؤها في خلال إعداد الملف الذي سنقدم به المغرب للاتحاد الدولي. هل تعتقد أن فرص المغرب ممكن تكون قائمة؟ لأن كالعادة ما شفناش أبدا سابقا أن ممكن كأس العالم يقام في قارة واحدة مرتين وراء بعض. يعني لو شفنا في روسيا 2018، في قطر 2022، هل دي ممكن تساعد المغرب على الاستضافة أو على الفرص تكون قائمة؟ بطبيعة الحال أولا هناك فارق، يعني المغرب سيحل رابعا بعد يعني 4 دورات، آخر مرة نظم فيها قبل 4 دورات. إذا الأمر متاح للمغرب في هذا الجانب. فقط أود أن أشير بأنه المغرب إذا كانت نقطة ضعفه دائما هي الملاعب والبنية التحتية الرياضية، وكان دائما معروف أنه يتقدم بماكيطات للاتحاد الدولي، فالتجربة أكدت أولا بأن قطر نجحت في استضافة كأس العالم بماكيطات، وإنما أقنعت الاتحاد الدولي بملفها. ثانيا المغرب عندما فشل في سنة 2004 في احتضان كأس العالم 2010 تعهد ببناء الملاعب التي كانت موجهة إلى كأس العالم، وبالتالي سنة 2011 تمكن المغرب من أن يكون لديه 5 ملاعب بمعايير دولية وباعتراف من طرف الاتحاد الدولي وأيضا الاتحاد الإفريقي. هناك نقط قوة تصب في صالح المغرب. أولا تغيير نمط الاقتراع التصويت. إذا كان التصويت في السابق كان مبنيا على أصوات 24 صوتا أو عضوا داخل المكتب التنفيذي بكل ما رافق ذلك من ملفات فساد، فإن الوقت الحالي تغير مع رئيس الاتحاد الدولي إنفانتينو عندما أعطى حق التصويت إلى 209 اتحاد دولي ينتمون للاتحاد الدولي، وبالتالي التصويت لم يعد رهين 24 عضو بقدر ما هو رهين 209 عضو. وإذا أخذنا عملية حسابية بسيطة، فالقارة الإفريقية تضم على الأقل ربع الأصوات، حتى إذا استثنينا من بعض الأصوات المعارضة للمغرب سياسيا والتي لن تصوت على المغرب كل حال، لكن هناك أيضا أصوات عربية، هناك أيضا أصوات أوروبا، إذ اللي بان أوروبا كأكبر تجمع كروي يعني، في بالنسبة إليها يعني أن تقام في المغرب خير من أن تقام في أمريكا. نعم. ده اللي نتمناه جميعا الحقيقة، ويمكن استضافتنا ليك النهاردة للإطمئنان على أن ملف المغرب لكأس العالم إن شاء الله يكون ملف قوي ويكون كلنا مساندين للمغرب في
الحصول على تنظيم. أشكرك شكرا جزيلا سيد منصف اليازغي. رادي، يعني زي ما ذكرت قلت كلاعبين سابقين أو كمدربين حاليين أو حتى كجمهور بنكون أكيد كلنا فخورين أو أن احنا نتمنى أن كأس العالم يقام، بس هل أنت شايف أن معايير البنية التحتية والثقافة الكروية والرياضية ممكن تساعد على استضافة كأس العالم في المغرب؟ أنا شخصيا أشجع يعني القيام بكأس العالم في بلد عربي وأفريقي كما المغرب، لأن المغرب من المناطق المعروفة اللي حتى سياسيا ما فيش مشاكل، والكرة يعني في مرتبة مقبولة، لكن كما قلت يعني فيه بعض النقاط يلزم نشوف مراعاتها ونشوفوها، يعني كما البنية التحتية نتاع المغرب ما زالت مش حاضرة، لكن فيه نقاط إيجابية. خليني يعني أسألك على تجربك السابقة مع المنتخب التونسي، يعني يعني أنت كنت يعني بتشوف إيه كلاعب وقتها وممكن نكون إحنا مفتقدينه في المنطقة العربية أو في المغرب بشكل خاص ممكن تساعد على الاستضافة، يعني لأن برضو في أمور معينة خاصة باللاعبين والفرق. هو أول حاجة التنظيم، يعني لما تمشي البلد خاصة عربي خاصة إفريقي يعني تشوف التنظيم من أول نهار تدخل فيه البلد تحس بروحك يعني متمان وفيه المعايير اللازمة للنجاح في الدورة هذه كلاعب، يعني ماشي باش نمثل بلادي ونحب ننجح في الدورة هذه، يعني يلزم فيها معايير يلزم تكون موجودة في عند الاستقبال. صح. من الأول في الأوتيل في التمارين، يعني الملاعب ذم كلهم يلزم يكونوا موجودين. أعتقد يمكن كأس العالم اللي أنا شفت، يمكن أنا كلاعب سابق ما حضرتش كأس العالم للأسف منتخب مصر، بس حضرت بطولات لكأس العالم إن هي احتفالية كبيرة، يعني إن بس مش فقط هو كأس العالم داخل الملعب أو داخل الاستاد، إنما كمان في زي ما ذكرت وقلت يعني الجماهير كمان بتستمتع بالزيارات وغيرها. الجماهير يعني المغربي اللوكلز ولا السائح يجي باش يستمتع ويحس بروحه مطمئن كما قلت لك، يعني الزائر لما يجي وهو متخوف وما يكونش مطمئن. ضم حاجات نقاط كبيرة هم عند التنظيم يمكن ما يكونوش موجودين، لكن عند الدورة ما تبدأ الدورة يعني لازم يكون موجود الشيء، لأنه هو بيستعرض المقترحات أو المنشآت الحالية وبعد كده هو بيطور في 2026، يعني ربنا دينا العمر لسه فترة طويلة، يعني إن شاء الله نتمنى إن شاء الله، لكن باستطاعة المغرب يعني القيام بها لأنه فما نقاط إيجابية كما قلت لك، يعني حتى ولو البنية التحتية مش حاضرة المغرب في يعني استراتيجيا المكان بتاعه فما إسبانيا فما البرتغال، معناتها نجم يكون معناتها يتشاطروا كرة العالم هذية، لأنه زاد البلدان المترشحة الأخرى الاتحاد الولايات المتحدة المكسيك والكندا يعني كلها فيهم رابط بيناتهم اللي هو سياسيين ممكن فيها شوية توتر، فما توتر لأن المغرب عندي لا الحمد لله، يعني الجميع متفق على المغرب في كبلد يعني مضيافة والشعب المغربي شعب الحقيقة مضياف، وفي نفس الوقت عنده كمان النظرة الكروية في استخدام أو في استقبال الجنسيات والثقافات المختلفة. يعني طبعا كل التحية للحكومة المغربية في المبادرة في تنظيم كأس العالم أو الحصول على تنظيم كأس العالم 2026 إن شاء الله، وكلنا أكيد مساندين للمغرب في الاستضافة. خلينا نروح لفاصل نرجع تاني نتواصل مع حضراتكم. اهلا بكم معنا مره ثانيه، وننتقل من المغرب الى العراق. يثير جدل النظام الدوري الجديد للموسم المقبل انتقادات شديده بعد اعتماد اللائحه على صيغه جديده سيتم بموجبها رفع عدد الانديه الى 24 ناديا ستقسم الى مجموعتين بعد الغاء نظام الهبوط. مراسلنا في بغداد رصد ردود الافعال في التقرير اللي جاي.
يتنافس 20 ناديا في الدوري العراقي وفق نظام الدوري العام الذي كان محل انتقادات شديدة من الاتحاد الآسيوي. هذه الانتقادات ترجمت إلى جدل واسع داخل كواليس اتحاد كرة القدم الذي لم ينجح أعضاؤه في اتخاذ قرار بشأن نظام الدوري في الموسم الجديد. راح تكون عالية جديدة إن شاء الله أن نطلع بحصيلة جيدة تخدم البلد وتخدم يعني الرياضي إن شاء الله. ويوصف الدوري العراقي بأنه أطول دوري في العالم، حيث تواصل الموسم الماضي 13 شهرا جراء التأجيلات والتوقفات المتكررة التي أحرجت اتحاد كرة القدم الذي يتردد أعضاؤه في اعتماد نظام جديد للدوري خشية أن يصطدم بإدارات الأندية، خصوصا وأن موعد انتخابات عضوية الاتحاد باتت قريبة. هناك حديث يعني يدور خلف الكواليس أنه تكون 24 فريق الموسم المقبل وقسم إلى مجموعتين، وهذا الأمر بالنسبة للمؤسسات الرسمية وبالنسبة حتى الجماهير ومتابعين المختصين هو أمر مرفوض بتاتا، لأنه يضعف الدوري العراقي. وخلال الأشهر الماضية حاول الاتحاد العراقي فرض شروط التراخيص على الأندية في وقت قياسي، وهو ما يعني إمكانية تقليص عدد الأندية التي لن تتمكن من تنفيذ الشروط التي توصف بالتعجيزية مقارنة بما تمتلكه الأندية من منشآت وقدرات مالية. قرارات اتحاد الكرة تتخذ بالإجماع كما يقول أعضاؤه، وهو ما يعني أن تقليص أو زيادة عدد الأندية التي ستشارك في الدور المقبل والاتفاق على آلية جديدة مرهون بالوصول إلى حل وسط يرضي الاتحاد الآسيوي ولا يغضب جمهور ومشجعي الأندية المحلية. طارق ماهر، التلفزيون العربي، بغداد. شكرا طارق. وخلينا نروح للدوحة، بينضم إلينا وميد، الكابتن وميد منير لاعب المنتخب العراقي سابقا. كابتن وميد، يعني يمكن تابعت معنا التقرير الخاص برفض كثير من الأندية أو الجماهير واللاعبين لنظام الدوري العراقي الجديد أو المقترح أن هو يكون موجود. يعني أنت كلاعب سابق، هل تفضل أن الدوري يكون دوري من مجموعة واحدة ولا من مجموعتين زي ما مقترح؟ اعتقد الصوت مش واصل، يعني خلينا طبعا هنتواصل تاني مع كابتن وميد منير، ممكن يكون في بعض المشاكل البسيطة التقنية في التواصل. انما نرجع لغاية ما نتواصل مع كابتن وميد. كابتن راضي، يعني يمكن انت ليك تجربة وتابعت، مش انت تجربة شخصية بس كمتابعة يعني للدوري التونسي في المجموعتين، يعني هل انت شايف الافضل والمجدي بالنسبة للكرة الدوري من مجموعتين ولا الدوري من مجموعة واحدة؟ انا حسب رايي يعني ما نعرفش الجامعة الهدف الاول الجامعة في استعمال النظام ذا مجموعتين، لكن رايي والراي العام يعني مجموعة واحدة أكثر فرق موجودة في المجموعة ذي يعطي أكثر تشويق ويعطي أكثر يعني استمتاع خاصة للمشاهد واللاعبين، يعني فيها هدف على طول السنة، يعني موجود الفرق الكل والبطل يكون عن استحقاق. وبالنسبة لي شفنا يعني حتى البطولة التونسية في العام الفارت ما كانتش ناجحة 100%. صحيح الترجي ربح البطولة، لكن الرأي العام مش مستمتع بالبطولة. يعني شفنا التوانسة يتبعوا في البطولات الأوروبية أكثر من أكيد البطولة التونسية. طيب خلينا برضو نروح لمرة أخرى، رجع لنا الكابتن وميد منير. كابتن وميد، ذكرت وقلت هل أنت تفضل، يعني كابتن رادل جعيدي في الاستوديو بيفضل أن دائما الدوري يكون مجموعة واحدة أفضل للاعبين وحتى للجماهير والمتعة بالنسبة لكرة القدم. يعني أنت شايف أسباب أو أسباب اللي دفعت المسؤولين عن الكرة العراقية طرح الأمر بالنسبة للدوري المجموعتين؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولضيفك الكريم وكل مشاهدي القناة العربية. حقيقة خلينا نتكلم بواقعية، يعني احنا كلنا نعرف الواقع، ظروف العراق حالة استثنائية،
هناك مشهد معقد يعني، ولا يوجد لا توجد أجواء مثالية حقيقة. الاتحاد العراقي في مأزق، يعني مأزق، هناك ضغوطات كثيرة، منها ضغوطات خارجية ومنها ضغوطات داخلية. الخارجية طبعا الاتحاد العراقي ملزم برزنامة الاتحاد الدولي، يعني لازم يكون الدوري منتهي في الشهر الخامس، لأن هناك استحقاق كأس العالم في روسيا في عام 2018. يعني لازم يكون الوقت، عامل الوقت جدا صعب على الاتحاد العراقي. يجب أن يبدأ الدوري بالشهر العاشر ثم ينتهي بالشهر الخامس. هل نظام الدوري العام هو الأفضل؟ هل نظام دوري المجموعتين الأفضل؟ عامل الوقت أعتقد هو اللي راح يحسم الموضوع. يعني لحد هذه اللحظة لا توجد أي آلية للاتحاد العراقي كيف سيقام الدوري. إذا تسمح لي يعني أعطيك بعض، يعني الاتحاد العراقي حتى يعمل الدوري يعني يجب مراعاة بعض الأمور. هل 16 فريق؟ هل 20 فريق؟ هل 22 فريق؟ هل 24 فريق؟ هل الدوري عام؟ هل الدوري مجموعتين؟ كم فريق يصعد من الدرجة الأولى؟ لحد هذه الأمور جدا غير محسومة. كيف يقنع كابتن وميد الاتحاد الهيئة العامة موضوع عندنا فريق؟ نعم أنا عندي سؤال، يعني ممكن أنت حضرتك نعم طرحت كذا سؤال، إنما أنا عندي سؤال آخر يعني يجب طرحه. يعني هل الاتحاد العراقي تفاجأ إن في دوري عراقي؟ يعني ما هو الاتحاد العراقي عارف إن في دوري وعارف إن في فرق وعارف إن في كأس العالم، يعني ما هي برضو نقطة مهمة. يعني هم ما يطرحوش أسئلة تعجيزية، والسؤال الأهم نعم. ان هو اصلا اساسا عارف ان في كرة قدم في دوري. نعم يعني انا اتفق معك، يعني لازم هو هناك تخطيط مسبق لبطولة الدوري، وخصوصا انه العراق عنده مستحقات على مستوى المنتخبات وعلى مستوى الأندية. فاعتقد اكو مقولة يقول لك كرة القدم محترفة يقودها ناس غير محترفين، وهذه مشكلة يعني احنا نعاني فيها العراق. يعني المفروض احنا كرة القدم الرزنامة قبل سنة أو سنتين معروفة للجميع، معروفة للمنتخبات، معروفة للاتحاد الدولي، معروفة للأندية. هذه عندنا احنا مشكلة نعاني منها سنين. يعني احنا يعني نصور احنا أطول دوري في العالم 11 شهر، يعني حتى اللاعب يعني 11 شهر راح ينتهي، حتى الحالة الاستشفائية ما عنده، راح يدخل رأسا على الدوري الجديد اللي هو في الشهر العاشر. يعني هذه معاناة، يعني تدري احنا الحالة الاستشفائية للاعب، يجب ان يستشفي اللاعب الدور الانتقالي ثم ينتقل يعني الى طب هو نهاية كابتن وميد. يعني هل انت يعني معنى كده انك انت يعني بتأيد موقف الاتحاد العراقي في المجموعتين للظروف اللي انت ذكرتها؟ نعم مزبط. نعم طيب. نعم يعني انا كابتن اروح مع هذا الطرح كابتن وميد تكون افضل حتى تفضل. كابتن وميد منير اشكرك شكرا جزيلا على مشاركتنا. كابتن راضي يعني انا اسالك سؤال سريع، يعني مش هسالك طبعا في اللي ذكره كابتن وميد لان ده بيذكر في كتير من البلاد العربيه، بس انت عشت تجربه كبيره جدا كلاعب محترف في الدوري الانجليزي وكمدرب في ساوثهامبتون دلوقتي. يعني هو بيتكلم على احترافيه الاداره وبيتكلم على 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 ال- 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 الهوايه في الاداره، يعني انت رايك ايه في الوقت؟ هو يعني اتكلم على حاجتين، يعني التخطيط والاشخاص اللي ماسك الكره يعني بصفه عامه، وذما مشكلتنا مشكله العالم العربي بصفه عامه، لانه التخطيط على 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 شورت يعني على قريب المدى ولا بعد المدى يعني واجب، والاشخاص اللي موجوده لازم عندها اقل من الخبره ومن الاحترافيه. يعني صح. انا السؤال نتاعي يعني علاش اللاعبين السابقين ما يشدوش الكره في 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 كل البلدان وياخذوا يعني بزمام الامور، لأن عندهم الخبره وعندهم صح. يعني الاحترافيه باش يقدموا بالكره في تونس تقود كره القدم، معلش ليه. طيب خلينا نروح لتونس. انطلق الموسم الكروي الجديد بالعوده الى نظام المجموعه الواحده اللي كابتن راضي بيتكلم فيها في دوري الرابطه المحترفه الاولى في موسم مليء بمواعيد كبرى ومونديالية او افريقيه بالنسبه للمنتخب والانديه. خلينا نروح اكثر في تفاصيل الدوري التونسي مع مراسلنا علي القاسمي. استعاد الدوري التونسي نشاطه، واستعادت الجماهير الرياضية متعة الجلوس في مدرجات الملاعب لتشجيع فرقها. الدوري استرجع لونه القديم بعد التخلص من نظام المجموعتين والعودة لنظام المجموعة الواحدة.
بعد تجربة اعتبرها الكثيرون فاشلة أثرت على نسق مباريات الأندية وأنهكت ميزانية الأندية الصغيرة. تجربة المجموعتين ظهرت الفشل بتاعها وأظهرت فشلها منذ التجربة الأولى كانت عام 97-98. اللجوء للتجربة هذه والعودة للنظام القديم بمجموعة واحدة و14 نادي ربما يكون له انعكاسات طيبة خاصة على المنتخب الوطني بما أنه عدد الجمعيات ينقص يولي كما يقول المثل التونسي ما يقعد في الواد كان حجر. الجولة الأولى من الدوري كانت محملة بكثير من المؤشرات السلبية التي ميزت نهاية الموسم الماضي حيث مرت المباريات دون نقل تلفزي مع تبادل للعنف بين مدرب النادي البنزرتي لسعد الدريدي ومساعد مدرب النجم الساحلي رضا الجدي. بالعموم نقولوا اللي بدايتها خائبة ينجم يكون تسنج، ينجم تكون انه الضغط نتاع النتيجة خلى التسنج معناتها من جانب لسعد الدريدي ولا رضا الجدي، لكن هذا ما يعكسش اللي اثناء ناويين يعني كعائلة رياضية كل كمدربين كمسيرين كلاعبين على معناتها موسم كبير. بداية يبدو أنها غير مشجعة للدوري مع سقوط ضمانات سلطة الإشراف من وزارة الشباب والرياضة والاتحاد التونسي ووزارة الداخلية بإنجاح الدوري في اجتماعها الأخير مطلع الأسبوع الحالي. علي جسمي تلفزيون العربي تونس. شكرا علي. يعني راضي يمكن تكلمت على الدوري التونسي في العام السابق والدوري التونسي في العام الحالي، يعني ايه الاسباب اللي دفعت الاتحاد التونسي من وجهه نظرك؟ طبعا طبعا انت ادرى بالدواخل الامور، يعني كان السنه اللي فاتت دوري من مجموعتين والسنه دي دوري من مجموعه واحده، وده برضو بيعمل حاله من عدم الثبات وعدم يعني الاستمرار بشكل معين. انا حسب رايي يعني العام اللي فات كان نوع من التست، لانه حتى تونس ما الوضع العام ما كانش مستقر، وحتى الجامعه ولا وزاره الرياضه ما كانش مستقره، يعني مما ادى ممكن استعمال الطريقه هذيك، لكن العام هذا رجعت الامور لمنصبها، والفرق حسب رايي يعني المسؤولين على الفرق خذوا يعني المسؤوليه واعطوا رايهم في العام اللي فارت، فهمت؟ هذا اللي خلى الجامعه يعني تنظر في النظام الجديد وترجع للنظام القديم. لسه متابع جيد للدوري التونسي ولا شوي شوي؟ لانه نتبع في بعض الفرق خاصه الترجي، لكن شوي شوي مش كثير الوقت، مش كثير. نعرف اللي البطوله بدات يوم 15-16 في الشهر هذا، و الترجي انتصرت، الافريقي انتصر مع صفاقسي. انت شايف ان الترجي عنده فرصه كبيره السنه دي ان هو يحصل على البطوله مره ثانيه بالنظام الحالي؟ ان شاء الله. الترجي التونسي ديما يلعب على الالقاب، والبطوله يعني من الاولويات الترجي التونسي. كل التوفيق لكل الفرق التونسيه في العام القادم مع الدوري الجديد. خلينا نتوقف مع فاصل قصير ونرجع تاني مع حضراتكم. أهلا بكم معنا مرة تانية. بعد بداية غير موفقة في الدوري هذا الموسم، يبدو أن الأمور لا تسير على ما يرام في تشيلسي، خاصة بعدما كشفت تقارير صحفية عن نشوب خلافات ما بين المدرب كونتي وإدارة نادي تشيلسي، خلت يمكن الجماهير تتخوف على مستقبل الفريق في الدوري أو في الموسم الحالي. خلينا نشوف أكثر في التقرير اللي جاي. بطل البريمير ليج في مهب الريح، دوامة من الأزمات عصفت بتشيلسي وبدأت فصولها منذ التتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم الماضي، ولا تزال تلقي بظلالها على نتائج الفريق حتى اليوم. فمنذ التتويج المريح بلقب البريمير ليج الموسم الماضي وبفارق 7 نقاط عن أقرب مطارديه توتنهام، جاءت الرياح بما لا تشتهي سفن البلوز، فخسر الفريق نهائي كأس إنجلترا في شهر مايو الماضي أمام أرسنال، وتكررت الهزيمة مرة أخرى على يد الغانرز، وهذه المرة في مباراة الدرع الخيرية، لتأتي الصفعة الثالثة بعدها بأسبوع ويسقط حامل اللقب بشكل غريب ومفاجئ على أرضه في الجولة الافتتاحية من الدوري أمام المتواضع بيرنلي وب3 أهداف لهدفين، لتثير علامات الاستفهام بشأن أسباب انهيار البطل ومستقبل المدرب الإيطالي أنطونيو كونتي مع الفريق. توتر متبادل وتشقق واضح في العلاقة بين مهندس النجاحات البلوز الموسم الماضي أنطونيو كونتي وإدارة النادي، بدأت بوادرها تتضح للعيان في سوق الانتقالات الصيفية،
اتهم الإيطالي إدارة النادي بعدم توفير الصفقات التي يحتاجها الفريق، وعلى رأسها المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو الذي انضم إلى صفوف مانشستر يونايتد هذا الصيف. إدارة النادي هي الأخرى تبدو مستاءة من معاملة الإيطالي لنجم وهداف الفريق الموسم الماضي الإسباني دييغو كوستا الذي أخرجه المدرب من حساباته الموسم الجاري، الأمر الذي صرح به كوستا علانية إلى وسائل الإعلام ما أغضب إدارة الفريق. الإيطالي المحنك سبق وأن مر بتجربة مماثلة في مسيرته التدريبية مع يوفنتوس الإيطالي، وأدى خلاف بينه وبين إدارة البيانكونيري صيف عام 2014 إلى رحيل كونتي عن اليوفي قبل بداية فترة الإعداد الموسم الجديد بيومين فقط. وفي ظل الصراعات الداخلية سيكون تشيلسي على موعد مع اختبار صعب أمام وصيف الموسم الماضي السبيرز على ملعب ويمبلي الأسبوع المقبل في الجولة الثانية للبريمير ليج، والتي سيدخل فيها البلوز اللقاء بغياب العديد من نجومه بداعي الإصابة والإيقاف. فهل سيعود البلوز إلى سكة الانتصارات أم سيتلقى كونتي ضربة أخرى تعجل كتابة نهاية سريعة لقصته في البريمير ليج؟ رادي، يعني يمكن انت كمدرب، يعني يمكن كنا بنتكلم دلوقتي اثناء التقرير وقلت ان لازم يكون هدف الاداره والمدرب، انت شايف ان الهدف غير محدد او غير واحد، مش واحد بالنسبه لي كونتي وما بين الاداره؟ حسب رايي مش واضح، لانه يعني كونتي قعد في تشيلسي وكان عنده طموح يقعد في تشيلسي، ونصور طموحه ينتصر بالبطوله في العام المقبل، لكن حسب ما شفت يعني الإدارة تشيلسي خلاو ماتيتش يمشي للفريق المنافس، فريق مانيو اللي هو معناتها فيه مورينيو واللي نجم يقوي يعني الفريق المنافس ويضعف تشيلسي. هذا يعني ما خلي حاجه من الحاجات اللي تخلي المدرب يسال تساؤلات من ناحيه الاداره، وذي نقطه نجم تعكر الامور، لانه الاداره ماهيش متوافقه على المدرب، اذا اللاعب يتفطن بالحكايه هذه يعني تصير مشاكل كبيره، يعني لازم تشيلسي تفضل المشكله هذه مادام مازال كذبات البطوله باش تكمل البطوله على ما يرام. يعني انت كنت شايف ان كونتي كان الافضل ان هو يترك تشيلسي، ولا ان هو يعني يدخل في عناد مع نفسه وان هو يقول ان انا ممكن احقق حاجه حتى لو ما فيش مساندة للاداره، وزي ما ذكر التقرير مشاكل كمان مع كوستا؟ وحسب رايي صارت يعني كنت تدخل في عناد مع نفسه في العام الفارط، لانه كانت عنده ممكن عروض في العام الفارط، لكن اثناء خذا البطوله وخذا يعني احسن بالامور وقعد في تشيلسي. يعني توا اذا قعد في تشيلسي انه يحب عنده طموح مع تشيلسي، لكن كما قلت يعني طموحه هو ممكن مش مطابق مع طموح الاداره، ولا فيه تخالف في الآراء، يعني لازم يصير جلسه ما بين المدرب والاداره، يعني وتصير يعني اصلاح الامور. تكون مخالفه في الآراء او بعد برضو عدم مسانده من الاداره، لان يعني الاداره كمان ما ايدتش كونتي في تصريحاته ضد كوستا، ويمكن اعترضت على التصريحات، ده معناها ان هي بتقوي اللاعبين او بتقوي اللاعب على المدرب يعني. وذا الاختلاف، ذا اختلاف كبير يعني لازم يتصلح، كما قلت لك اختلاف المدرب مع اللاعبين والاداره لازم تاخذ موقف، لان المدرب هي اللي عندها الكلمه الاخرانيه في حسب رايي. يعني كونتي هو يعطي رايه واللاعب يعطي رايه، كما صار مع كوستا، تو كوستا يحب يمشي لاسبانيا اولا، لانه الصين ما يظهر لي ما حبش يرجع من الصين، حب يمشي لاسبانيا، وقال مانيش نرجع لتشيلسي. هذا يعني اخذها اللاعب وحده، لازم تكون الاداره يعني موافقه عليها، وتكون معناتها الترانزيشن واضحه. المدام ما نعرفش راي كونتي في الحكايه هذه، لكن يعرف كونتي يعرف اللي كوستا لاعب مشاكس، ويعرف اللي هو يعني مزاجي يعني فهمت. لكن في التصريح الاخراني نتاع كونتي يعني ما قالش اللي عنده مشكله مع الاداره، قال اللي هو متخوف اكثر على صحه اللاعبين وعلى الاصابات، لانه يعرف اللي عنده فريق لازم يحافظ عليه، مازال يرجع للتمرينات ولاعبين لعبوا مع الفرق نتاعهم. بس انت ما تتوقعش ان تشيلسي ممكن يكون يوصل لبعيد في الموسم الحالي يعني؟ حسب ما شفنا توا فيه مازلت فيه مشاكل، لكن ما نعرفوش يعني الاسابيع المقبله ممكن تعطينا اكثر.
وده اللي هنشوفه من خلال المباريات القادمة. إنما يمكن بوادر الأمور بالنسبة لي كونتي والإدارة أعتقد لا تبشر زي ما ذكرنا في التقرير بالخير في الموسم الحالي. إلى أخبار النجوم، يمكن قام نجم الكرة السلة التونسية ونادي دالاس مافريكس بعمل يتم من خلال اكتشاف المواهب والمساعدة على تحقيق حلمهم. خلينا نشاهد أكثر عن النجم كرة القدم كرة السلة. أكثر حلو العباد الكل تعرف السبور، يعني ظهر لي الحاجة الوحيدة اللي تنجم تلم العباد، فهمتني؟ بغض النظر على الديانة متاعك ولا الناسيوناليتي متاعك، يعني هم محظوظين الموجودين لنا. ثم عباد يعني تأثر فيهم، قاعدين يأكلوا قاعدين يشربوا قاعدين يحوسوا ويدوروا ويعوموا، فهمتني؟ ويعملوا في جو في الصيف في يعني في المصايف هذه. دونك هذيك هي الدنيا، لا غالبا غلط. العباد هذوما قاعدين يأثروا فيك، قاعدين يحطوا فيك في الطريق الصحيح. برشا حاجات بدات انا نعمل في ديكون تاع باسكيت، ونحاول نهز الصغيرات التوانسه باش يمشيوا لبرا، خاطر ديك حاجه ناقصين فيها احنا في تونس. بدات الاولاد اخرين نعرف اصحابي مثلا عنده فاونديشن نتاع قلتلها بالولاد اللي ما عندهمش والدين باغ اكزومبل اللي تامه، واحد اخر قلتلها كل حد فهمتني على الفاونديشن نتاعو، يعني تعمل في حاجه اخرى ديفيرونت على انا الفاونديشن نتاعي نتاع الصغيرات. ومي او ميم طون زاد نعمل في حوايج اخرين يعني خارج على الفاونديشن نتاع اللي هما كيف الاكسيون هذيا ولا دي زاكسيون اخرين اللي تلعبوا المدارس. انسان يولد في يعني انفيرونمون خايبه، شو نسمي لك اسم باغ اكزومبل، انا جوكرو العباد الكل يعرفوه كريستيانو رونالدو، ولدت في انفيرونمون خايب، شوف تو فين وصل. يعني انا ما ولدتش في احسن انفيرونمون يعني موجوده، ولدت في جندوبه في الريف، عائله اقل من المتوسطه، والحمد لله وصلت. نحب ندعي يعني لزاتليت الموجودين في تونس كلها المشهورين المعروفين، يعني راهم مش يخسر حد شيء في الحكاية، مش لازم يحط فلوس ولا حاجة، نجم يعني حضور متاعه وكهو يشجع بيها صغيرات. رادي، يمكن كنا بنتكلم في حوار ما بيني وما بينك على المساعده بالنسبه للاعبين والمواهب الكبيره جدا، يعني يمكن صالح كمان بيتكلم في الامر ده، ان رغم الظروف الصعبه اللي مر بيها ان هو قدر يوصل، بس بعد طبعا معاناه وصعوبه، واحنا بنحييه على مجهوده. يعني يا مجهود كبير من صالح، هذا مش غريب على صالح، لانه كما قال يعني طلع من الاجواء اللي يحكي عليها، وهو توا رجع لتونس باش يقوم بالواجب نتاعو كلاعب، يعني تعرف في امريكا وفي اوروبا. بالنسبه لي يعني تظاهره جديده ذي من لاعب كيما صالح، وان شاء الله يعني اللاعبين كيما صالح يزيدوا يقويوا في التظاهر ذي في البلدان العربيه خاصه في شمال افريقيا. يعني هل انت شايف ان دور كمان يعني دور النجوم، يعني سواء كان كرة السلة أو كرة القدم، بمساعدة الأجيال القادمة زي ما صالح عمل وعمل جمعية للمواهب أو مكان لاكتشاف المواهب لكرة السلة، يكون قدوة ومثل لل يعني بلادهم بمعنى صح؟ بالطبيعة يعني اللاعبين المعروفين واللاعبين اللي وصلوا المرتبة يعني لبس بها عندهم تأثير على الشباب الصغار وعلى وقدوة كما قلت يعني على الصغار، وهو يستعمل يعني في النقطة هذه، هي نقطة إيجابية. فيه لاعب يستعملها في نواحي أخرى، لكن من أحسن يعني الأشياء يعني تستعملها للتأثير والنهوض يعني بقطاع معين في بلادك ولا في منطقة معينة. وشفتها يعني مع في البلدان الأوروبية، شفنا يعني الناس اللاعبين المعروفين الرياضيين وحتى من مجالات أخرى يعني قاموا يعني بالأشياء هذه، والأشياء دي ما ناجحة لأنه كما قلت تخرج من
من اللاعب نفسه. وبعدين في نفس الوقت كمان ده حق بلده أو حق جماهيره عليه إن هو يكون مساند ليهم زي ما سندوه سابقا. أكيد هسندوه حاليا يعني يكون معانا موجود أكيد راد الجعيدي، فده شيء مهم جدا، واحد من النجوم اللي احنا فخورين بيهم سواء كان على مستوى الكرة العربية والتونسية والإفريقية أو كلاعب محترف في السابق ومدرب حالي. أكيد لازم يكون في تواصل، وخاصة مع جماهير رادي الجعيدي الجماهير التونسية اللي يمكن كان ليها أسئلة تحب تطرحها على ضيفنا النهاردة رادي الجعيدي. خلينا نشوف أسئلة الجماهير ويجاوب عليها رادي. رولو علاش ما يجيش راني في تونس؟ علاش الكارير متاعه اللي البرا ينجم يبروفيتي فيه يعني يمكن يفيد المنتخب التونسي، علاش لا؟ رادي الجعيدي نحن نقول له عندكش كيبات في تونس عروض باش ترانيهم، وانت تحبش معناها ترجع لتونس ولا معلش؟ والله ان شاء الله ماذا بينا نشوفوا رادي الجعيدي يرجع لتونس لهوني، عمل الاكسبيريونس غادي بيا في انجلترا، ان شاء الله على قريب يرجع يفيد بلاده ويفيد تونس، يحاول على الاقل باش انت ينهض شويه بالسبور هوني في تونس، سيرتو عندنا برشا مشاكل في الكره. نزل وقتاش نشوفوه يريني في صنف الشباب نتاع المنتخب الوطني ولا علاش صنف الاكبر؟ علاش وقتاش؟ حبيت نقول له الاسبيرونس انا رادي الجعيدي، دونك رادي الجعيدي شنو عمل الاسبيرونس؟ رادي يعني اسئله كلها بتقول بتطلبك بالعوده مره ثانيه، وبعدين في البعض كمان زعلان بيقول لك طب رادي انت يعني طلعت من الترجي، ايه اللي ممكن تعمله للترجي؟ بدذر نبدا بالسؤال الاخراني، يعني قعدت في ترجي 11 سنه، هزيت بطولات مع ترجي. لا ممكن هو بيتكلم على فيما بعد، اكيد ما حدش ينكر ابدا مع النادي. يعني هم الاسئله الكل يعني كلها في تلم في سؤال واحد، يعني وقتاش يرجع رادي الجعيدي لتونس؟ لانه انا نتابع في تونس وديما يعني نتابع في الفرق ونتابع في كل الامور في تونس، لكن حبثت نكون في انجلترا لانه انجلترا من البلدان يعني اللي هي قدوه في الكوره، وفي حتى ولو خارج الميدان يعني مش كان في الميدان، في التنظيم وفي كل سباق في كل المجالات. يعني حبيت نتعلم اكثر، حبيت ناخذ اكثر خبره، ونهارت اللي يجي الوقت اللي نهبط لتونس يعني باش نهبط بطبيعه التونسي لان تونسي، وحتى زوجتي تونسية يعني في البرنامج وأولادك في تونس. أولادي إن شاء الله. وأولادك في تونس دلوقتي يعني كل الأجازات لازم تقضيها في تونس، أنت ما رحتش يعني. يعني زي ما أنت شفت التواصل مع من خلال لقاءاتنا طبعا، إنما كان على صفحة البرنامج كمان كان في تواصل منها بوبكر بيسألك بيقول لك يعني كان طبعا أنت كلاعب محترف في الدوري الإنجليزي وقتها، شعورك كان ايه وقتها وانت بتلعب؟ طبعا انت مشيت بتجارب كبيره وكثيره منها اخرها الدوري الانجليزي، لما لعبت مع في الدوري الانجليزي وقت ما كان كمان رونالدو اعتقد كان مع مانشستر يونايتد وقتها، كان ايه شعورك وقتها وانت بتلعب مع كنت اول حاجه كنت فخور لانه اول حاجه كنت تونسي في من الاولانيين في 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 البطوله الانجليزيه، وكنت عندي فخر لانه نحمل علم بلادي قبل ما نكون نحمل اسمي، واكثر حاجه يعني استمتعت باللعب في البطوله الانجليزيه، لان البطوله من احسن البطولات في العالم، كان فيها تشويق برشا وكان فيها يعني قمت مردود ممتاز. امتى وقتها يعني في فرحه كبيره يعني امتى حسيت انك انت، لان دايما رهبه الامر بتبقى ساعات بتاثر على اداء اللاعب، بس امتى دخلت في المنظومه يعني ما بقاش عندك الرهبه او انك انت عملت تتفرج يعني؟ والله اني دخلت من اليوم الاول يعني ما ضيعتش وقت، لانه لما جيت للبطوله الانجليزيه كنت عمري 27 سنه، جيت متاخر بالنسبه لعمري، لكن كانت عندي الخبره وعندي الكونفيونس يعني الكونفيدنس
لما جيت دخلت في الامور وجيت البولت نوندرس يعني كان فيها ممرر معروف بأداء في إعانة اللاعبين بالتأقلم يعني دخلت من اليوم الأول يعني المقابلة ضد ساوثامبتون كنت مان أوف ذا ماتش مع تخليت أحسن لاعب والمقابلة الثانية ضد ليفربول أحرزت والماتش الثالث ضد أرسنال وسجلت هدف يعني سجلت هدف مع أرسنال. طيب عبد الباسط الصغير بيقول لك سريعا بتقيم المنتخب التونسي في الوقت الحالي بإيه؟ عنده حظوظ إن شاء الله في التأهل لكأس العالم. نتصور رجوعنا بن معلول كمدرب باش يعطي أكثر ثقة للناس الكل يعني للجمهور وللاعبين وللجامعة التونسية لأنه نبيل معلول يعرف الأطراف الكل ويحاول باش يقرب الأطراف الكل بعضها والنتيجة الأخرانية ضد منتخب مصر يعني بتعطي أكثر ثقة إن شاء الله للمدرب واللاعبين يعني شايف إنه هو جاي المنتخب التونسي جاي. طب رامي بن طاهر يمكن بسألك نفس السؤال اللي جاوبت عليه إمتى ممكن نشوفك على رأس الجهاز الفني للترجي التونسي مش المنتخب إن شاء الله لما يحل الوقت يعني نعرف اللي التوى الكرة في تونس ما زالت فيها نوعا من المشاكل حسب رايي موش راضي يرجع عادي بركه اللي باش يحل المشكله لكن لازم الناس الكل تحط اليد في اليد كما قلت لك يعني خاصه اللاعبين القدامى اللاعبين اللي عندهم خبره واللي عندهم قوه باش يتعاونوا مع بعضنا ونشدوا يعني الكره في تونس وهذه حاجه اذا تصير حاجه كبيره ياسر ان شاء الله. اكيد في اسئله كثيره انما طبعا لضيق الوقت يعني بنعتذر للمشاركين انما ان شاء الله رد الجعيدي مش الزياره الاخيره الزياره الاولى ليك في الاستوديو انما ما تكونش الاخيره ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله اخويا انا استمتعت باللقاء هذا ان شاء الله ديما موجودين نعطيه الأخبار ونشوف الأخبار وكمان الجماهير العربية تكون سعيدة بأن هي دائما تشوفك من خلال شاشة التلفزيون العربي. متشكر رادي أشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا وإن شاء الله نتقابل مرة أخرى وزي ما متعودين دائما وبقول لحضراتكم أن احنا مستنيين مقترحاتكم على الإيميل الخاص بالبرنامج الظاهر على الشاشة أمامكم الاقتراحات والأسئلة وطبعا الخاصة بالضيوف وكمان طبعا المواهب اللي احنا دائما بننتظرها لنستعرضها معكم على شاشة التلفزيون العربي وفي برنامجكم العربي الرياضي. نهاية بشكركم جدا على متابعتكم معنا النهاردة وإن شاء الله نتقابل في حلقات قادمة للبرنامج العربي الرياضي على شاشة التلفزيون العربي. إلى اللقاء.